زين، تاريخ مستحيل تنساه؟ هو تاريخ استشهاد أمي. أنا سمعت كاتب قصيدة عنها، ما قايلها قبل يمكن. يعني قايلها بس يمكن بلقاء، بس ما قايلها يعني ما حاكيها. سمعنا لي. أنت ناوي تبكيني بس ما تعرف شلون. تاري عادة من تخسر عالم أو تنصدم بشيء معين، أنت تروح بمكان تختلي وتفرغ أشيائك وتعيشها أنت وياها. فأنا ما أعرف ليش رحت كتبت قصيدة، يعني أنا مو شاعر، أنا ما أعرف حتى بالأوزان. بس تعرف إحنا كنا يعني ممثلين نعرف وزن المفردة وإيقاعها، من تطلع وتحسها تسمعها مثلاً هاي لا هاي زاحفة، يعني تحسها أنت تسمعها منشزة. فكتبت على هذا الضوء، كتبت القصيدة. سمعنا شيء منها. هو من جيت ساري هاي بيوم التشييع، جيت لبيتنا اللي يعني أمي ماكو وبس نسوان، هواي نسوان ولابسات عبي سود. فبهاي اللحظة إجابيت برأسي أباوع بالوجوه وما لقيت أمي. راحت أيام، جت أيام ورا الأربعينية كتبتها، يعني بقى بس هذا البيت، قلت خلنا نكمل. بقيت يومي أكتب لي شطر مثل شطر لحد ما خلصتها. فقلت لها أباوع بالوجوه وما لقيت أمي، انكسر ظهري بعدها وحيل متأذي، قلبت سماي حفرت القاع أدور حتى بالبردي، أحاكي الصورة وابكي لي اشترد وتقول لي لا تبكي يما، وداعتك ما فكرت فد يوم أسمع خبر موتك وأنا المعزي. الله. تمنيت المنية تاخذ الغمان قبل لا تاخذ أهل البخت وتعدي، أنت أم وعرف البيج يلتسوين ألف رجال لمن ينذكر طاريج، أنت أمي وعرف البيج يلتسوين ألف رجال لمن ينذكر طاريج، لو سئلوا على أخلاقك يهيب الراس وقلتي لعدل خليك ويا الناس، يما لو بس مرة طلعي هي حفرة اليوم معزومة على قلبي، وراح امد الروح سفرة عمري ما شارب جقارة، وعلى فراقي جقوم تدخن والقطف يطفى بدي، والله مو قلة أدب حيل موجوع بغيابك انت أم وانت أم. الله. البيت سد نوره برحيلك، المنطقة سوت حداد، والله ما أعرف شو أقول لك، أنت شنو باب المراد حبيبي. أنا آسف مصطفى، الله يرحمها، وأكيد هي هسه بمكان أحسن، وإذا تشوفها هي فخورة بيك. أنا آسف، الله يرحمها. تريد ناخذ بريك؟ لا عادي.